فإذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن كيف فريضة الفجر؟ كيف الشأن في فريضة الفجر؟ وهنا تدرك الحرمان العظيم الذي يبوء به من ينام عن صلاة الفجر. خسر الدنيا كلها، بل خسر ما هو خير من الدنيا كلها. الآن لو عرض للإنسان متاع من متاع الدنيا الزائل ودعي إليه مبكرا في وقت مبكر لبادر إليه وسارع حتى لا يفوت عليه قليل من الدنيا. فالذي تفوته نافلة الفجر فاته في يومه شيء هو خير من الدنيا وما فيها، وإذا فاتته الفريضة فريضة الفجر فأي شيء فاته إذا كانت النافلة خير من الدنيا وما فيها. فانظر الخسران العظيم الذي يبوء به من تفوته نافلة الفجر وتفوته فريضة الفجر.